جينا لاخر لعبه ترابيزه وهنشوف بقى الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر اللي هيكسب على حسب مين اللي هيوقف الازاي الصح. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا استاذ ايفو. مره ايفو الاول. محمد ماشي. ايفان يلا. واو يلا يا محمد برافو اكس حلو قوي. يلا ايفو. محمد. ايفان. برافو حطي اكس هنا ماشي. فاضل لك زلطه وتطلع بره. مش عايزاك تتوتر. يلا ايفان. يلا يا محمد برافو. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. ايه دي؟ لا الفريق الاصفر هو اللي فاز، وبكده يبقى الفريق الاصفر هو اللي فاز في الترابيزه بشكل عام. بس هل انتوا اتبسطتوا؟ لا. ايه ده ليه؟ لا مش معلش بس بقيه اللعبه انت كسبت فيها. اتبسطت من الرحله عامه لغايه دلوقتي يعني؟ مبسوط من الرحله لغايه دلوقتي؟ لسه عندنا جزء تاني، استنونا بكره في نفس الميعاد علشان نكمل لعب وتحديات، وان شاء الله هيكسب بكره في حاجات تانيه. بس النهارده بقول لهم ايه؟ باي باي.